اول حاجه هتلاقي اغلب المنتخبات العربيه موجوده جوه اللعبه، تقدر تختار الفرقه اللي تعجبك وتستمتع بيها. بالاضافه كمان يا صاحبي ان تم تحسين اللعبه، تم تحسين الحجم بتاعها، حجم اللعبه هنا مش مكمل 250 ميجا. بالاضافه كمان لاكتر حاجه عجبتني جوه اللعبه بصراحه، وهي الاطقم واللعيبه جوه الملعب وحركه اللعيب وكمان الملاعب اللي لعب